هذا استاد لوسيل من الداخل، تصميم على احدث مستوى. شايفين هذه ارضية الملعب وهذا الجمهور، قريب جدا الجمهور من ارضية الميدان. هذا الملعب اللي راح يفتتح رسميا يوم 22 نوفمبر بمباراة المنتخب السعودي ومنتخب الارجنتين في بطولة كأس العالم. ملعب يتسع ل 80,000 متفرج من غير الكباين المخصصة للفي اي بي. شايفين الخط اللي موجود في النص، هذا 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 الخط، هذه كلها غرف خاصة بالفي اي بي، يعني يقول لك احتمالا المجمل العام قد يصل الى 90,000 متفرج في بطولة كأس العالم في استاد لوسيل. يا الله يا الله على الفخامة. تقنية التبريد او التكييف المستخدمة هذه هي، شايفين هذه التقنية المستخدمة لتبريد الملعب. مثل هذه الفتحات الخاصة بالتهوية موجودة ايضا على مستوى المدرجات الى اخر مدرج فوق هناك. شايفين هذه فتحات تهوية موجودة، الملعب بالكامل بالكامل مكيف. طبعا هذا في المكان المخصص لكابينة التعليق او في المنصة الخاصة بالاعلاميين. هذا البوفيه موجود، طبعا هذا موجود بشكل دائم، يعني مش اليوم بس، موجود بشكل دائم في مباريات بطولة الدوري. شنو هذا؟ أمالي؟ الله المبدع المبدع ها؟ ما صبيتك يا اخي، قلت لك مبدع، تقول لي مبدع انت؟ لا لا جا مني يا ها؟ جا مني. لا ما جا منك والله. ابدعت امس. انا كنت في صلالة امس. قليل من بعض ما لدي. الله يسلمك. رايك التعبير؟ لا ابد ابد. كابتن وفق ان شاء الله مباراة اليوم. ايش رايك بالملعب؟ تحفة. والله يا جماعة ملعب المونديالية. ملعب جميل جدا جدا، يعني نجم الملاعب على مستوى العالم. زرنا وايد ملاعب بالعالم، في انجلترا، في اسبانيا، في المانيا، لكن ملعب استاد لوسيل مميز. بقول لكم معلومه راح تنصدمون عن ملعب لوسيل. المعلومه اللي راح اقول لكم عنها، شوفون هذا الملعب بعد كاس العالم ما راح يكون ملعب كره قدم، راح يتم تغييره بالكامل. مكاتب، شقق، فلل، مجمع تجاري، راح يتحول الى منطقة تجارية بالكامل، ما راح يكون ابدا ملعب كرة قدم. هذا استاد لوسيل اللي راح يحتضن نهائي كأس العالم ان شاء الله 2022. الخطة ان هذا الملعب بالكامل راح يتحول بعد كأس العالم من ملعب كرة قدم الى منطقة اقتصادية، مزار سياحي، فنادق، مجمع تجاري وغيرها من الأشياء اللي راح تكون موجودة بدل ملعب كرة القدم.